ماشي. مش عايز اتاخر على الراجل بقى. ايه اللي انا لابسه؟ في ايه؟ في ايه؟ انا مش شايف. ايه ده؟ في ايه؟ هو في ايه؟ الارض دي مش كان فيها انذران؟ يا جماعه انذران كان هنا. ايه ده؟ في ايه؟ الميدان اهو. انذران كان ايه اللي حصل؟ هو هي الارض فضيت ليه؟ هو انا مش كنت لسه في الشارع ده من 3 دقايق؟ هي المعادي بتتوه، بس انا ما بتوهش فيها يعني. انا ايه اللي متوهني النهارده؟ نسأل أي حد كده ولا نشوف أي حد؟ يا حاج يا ري انذران فين يا ريس؟ طيب أنا وصلت كده خلاص انذران اللي في ميدان فلسطين، فيلا كده نخش مع بعض ونشوف الدنيا هناك أخبارها إيه واللاتيه بتاعهم عامل إيه. وصابر طبعا زي ما اتفقنا موجود هناك في انذران تاني في المعادي، وهنتقابل كمان شوية. أنا أهو إحنا خلاص جبنا اللاتيه لارج أهو، وأنا هاخده وأروح لصابر، بس زي ما اتعودنا بنقله بسرعه كده في مج حراري عشان درجه حرارته ما تروحش. فتعالوا كده افرجكم على اللاتيه وجمال اللاتيه من عند انذران شكله عامل ازاي. ايه ده؟ ايه ده؟ انا طالب لاتيه لارج. ايه ده بجد؟ هو مديني امريكان كوفي ليه؟ ايه ده؟ بيبسي سخن؟ الكوبايه فيها بيبسي سخن؟ يعني طبعا هو منطقي جدا ان الراجل ما صدقنيش، واضطريت ان انا اشتري لاتيه تاني على حسابي. وبرضو انا مش فاهم ازاي البيبسي ده جه، بس هو يعني اكيد حصلت غلطه. يلا نفتح مع بعض ونشوف اللاتيه الجميل بتاعنا المره دي. انا فهمت على فكره في ايه. انتوا واخدين بالكم ايه اللي في الكوبايه؟ الكوبايه فيها عصير. الكوبايه فيها عصير، فهمني يا صابر. الشغل ده مش شغل الباريستا اللي جوه. الراجل اللي جوه مظلوم على فكره. الشغل ده شغلك انت، وانا فاهم كويس. انا هخش للمره الثالثه يا صابر وهشتري لاتيه لارج من ابو 53 جنيه على حسابي، بس اقسم بالله لو لقيته مش لاتيه المره الجايه انا مش هكمل ام البرنامج ده اصلا من اول. اتفقنا؟ صلى عليك الله يا هاديا لل... الو شمهورش حبيبي، اخبارك ايه؟ تعبينك معانا شمهورش والله، عمال تجيب في ناس وتخفي في ناس وتعمل حاجات. لا 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 بصراحة واجب وزيادة يعني. عجبتك الحلقة اللي فاتت؟ خير؟ يا راجل يعني مصطفى ما كانش نايم في بيتهم؟ كان قاعد بيلعب؟ ويقول لي أنا نايم واتأخرت وهاتني وما تجيبنيش. ماشي يا مصطفى. طب أقول لك على حاجة، أنا عايز منك خدمة. أنا عايزك تلعبهولي بقى، احنا عندنا حلقة النهاردة هنصورها، عايزك تخليه يلف حوالين نفسه. تبقى جميلة يا ريس. مش هوصيك عليه، عايزه يلف حوالين نفسه. حبيبي حبيبي تسلم. ماشي يا حبيبي، سلام سلام. ماشي يا تيف. انا تشتغلني؟ ماشي يا تيف. خلاص انا معيش فلوس تاني يعني، ده اخر لاتيه ممكن اشتريه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب. الحمد لله لاتيه. يلا الحق صابر بقى في السريع. الحلقه النهارده حلقه بعنوان البحث عن انذران، او حلقه بعنوان انتقام صابر. في ايه؟ في ايه؟ ايه اللي بيحصل لي النهارده؟ انا ليه عمال اتوه؟ ليه بتوه في حته انا ساكن فيها اصلا؟ طب انا مش معترض خالص خالص على ان انا تايه. شابوريش بيتوهني ماشي،
ليه يوم الجمعه الساعه 10 الصبح الشارع ده يبقى زحمه؟ في ايه النهارده؟ ده ايه ده؟ ده هو دي هو هو ده انظرن ولا ايه؟ لا ده مش انظرن، ده مش هي جوه موبيل. يا رب لا ده مش انظرن، ده مش انظرن اهو. انا مشت يلا بقى يلا بقى يا عم امشي بقى امشي امشي. انا تقريبا كده بدات اجمع انا فين. يا رب يا رب. جاي لك يا صابر، جاي لك يا شهبورش. حاسب يا عم، حاسب يا عم عشان ما اخبطكش. مرحبا بكم في انذرن. صابر هناك اهو شفته. 15 minutes later. انا وصلت دلوقتي انذرن اللي هو ورا المستشفى العسكري. هدخل دلوقتي اجيب واحد لاتيه لارج زي مصطفى بالظبط، وهنتظر مصطفى يجي ونشوف يا رب النهارده المقارنه هتبقى عامله ازاي. فيلا بينا. تمت المهمه بنجاح، جبنا من عندهم واحد لاتيه لارج وعرفت شويه معلومات كده من عندهم، فهنحطه في المج الحراري كالعاده وننتظر مصطفى وربنا يكرم ان شاء الله. انا جيت. الحمد لله على السلامه يا تيفا حبيب قلبي. يا ترى اتوفقت في مشوارك؟ كان سهل جدا. انذرن لقيته طبعا اكيد مش هيطير يعني من مكانه، مش هيبقى مكانه جراش. تمام الحمد لله الشكر لله. الراجل الباريستا كان محترم جدا واداني الحاجات من اول مره ولدرجه ان هو اداني ببلاش. ببلاش الحمد لله والشكر. شوف لله. ازاي؟ تمام. بقول لك معكش 50 جنيه احط بنزين؟ 50 جنيه ما تبقاش بعد كده تلعب وانا بكلمك. يا عم كان ماتش اونلاين وكنت بلعب حد يا عم، كان لازم يخلص. ماشي حقك عليا معلش، المره الجايه والله قبلها بنص ساعه بقى عندك. سامح المره دي. ماشي. المهم جبت لاتيه؟ جبت لاتيه اهو. وادي اللاتيه بتاعنا اهو. هنبدا التيست بتاعنا. حابب تقول حاجه الاول قبل ما نبدا نتيست؟ حابب اقول حاجه. قول وانا عندي برضه حاجات عايز اقولها. عمركم سمعتوا عن لاتيه باربع شوتس؟ محطوط فيه اربع شوتس. ده فعلا حقيقي، ده حصل برضه معايا. هنا اربع شوتس؟ بقول له عايز دبل شوت، قال لي لا حضرتك اللارج عندنا بنحط فيه اربع شوت. مش الاربع شوت دول يعني متوسط 40 جرام قهوه؟ في بورتا فلتر بيشيل 32 جرام قهوه؟ في ال 58 الكبير؟ ال 58 فيه بياخد لحد اربعه كمان شوت، فيه شفته على اليو امازون موجود. اقول لك على حاجه؟ موجود كمان للديديكا والبيكر والحاجات دي ال 51 مللي. ندوق. بيبقى بس بيبقى في الاوبن باسكت، مش الباسكت المضغوط، بيبقى الباسكت عباره عن حاجه بالعرض كبير قوي بالتخن ده او زي ما الدبل شوت العادي بتاع المكن المنزلي اللي بياخد 14 جرام لما بتعمله غير مضغوط. تمام. بياخد لحد 18 و20 جرام ساعات. فموجود. بس هي الفكره هو ده لوجيك ليه؟ لان حجم اللاتيه عندك هنا بص يعني وريه للمشاهدين. لا ده بص المج ده 600 مللي واتملى لاخره، فانت بتشرب 600 مللي لاتيه، فهو حجمه كبير. فلازم على فكره دي كويسه، لان هو لو تفتكر في حلقه من الحلقات كنا جايبين برضو واحد حجمه كبير وكان محطوط فيه دبل شوت بس. ايوه فكان الطعم ما كانش، كان عامل زي ما يكون لبن جدا. لكن هنا هو دي صياعه منهم ان هم يحطوا الاربع شوت. طيب الحاجه الثانيه اللي انا بقى سالت عليها جوه، انتوا ليه ما بقيتوش تستخدموا الي؟ نفس السؤال اللي انا سالته. لان هو المعروف ان انذرن كان على طول بيستخدم الي. بقى له فتره بيستخدم ماركه ثانيه او براند ثاني. الكلام جوه الناس مش عارفه قوي ليه ما بيستخدموش الي، بيقول لك مش عارفين ليه ما بقاش في الي. هو حد قال لك لا؟ هو انا سالته قلت له انتوا بتستخدموا ايه دلوقتي؟ قال لي انت بتسال عشان الي؟ قلت له قال لي لا احنا بطلنا نستخدم الي، احنا بنستخدم نوع ثاني بس قريب منه قوي في الطعم. قلت له هشوف. طيب زي ما انت قلت فعلا انا سالتهم طب النوع اللي مستخدم دلوقتي ايه؟ قالوا لي هو براند ايطالي اسمه تريسيا لو. انا طبعا الاسم عشان اعرف اجيبه خليت جوجل هو اللي يقوله لي، لان هم مش عارفين ينطقوه. فهنحسبه لكم برده في الديسكربشن. موجود عندهم بيتباع كبسولز ب 120 جنيه اظن الباكج اللي فيه 10 كبسولات. البينز ما بتتباعش، قال لك احنا ما بنبيعهاش بنستخدمها احنا بس. حاولت اشوفها في مصر اذا كانت بتتباع ولا لا، ما لقيتهاش. ولقيتها بره مصر الكيلو عامل 33 دولار، يعني حوالي 560 570 جنيه الكيلو. فهو المفروض ان هو حاجه براند كويس. حلو. ولكن هنشوف هل هو فعلا براند كويس وهل في فرق بين الفرعين ولا لا؟ طولنا عليكم، خلينا يلا نبدا.